السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تالتة ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حل أسئلة آلية عمل الجهاز المناعي. يلا نبدأ. بسم الله. سؤال 75 بيقولي الشكل الذي أمامك يوضح آلية عمل إحدى الخلايا المناعية. نبص كده على الشكل الأول عشان نعرف نجاوب. جايب لي هنا خلية، في خلية تانية مرتبطة معاها مستقبلها اللي هو CD8. طبعا احنا عارفين الخلايا اللي مستقبلها CD8 التائية القاتلة وكمان التائية الكابحة، تمام؟ طيب فهنا الخلية دي اتنشطت وبدأت تطلق مواد على الخلية التانية اللي قصادها اللي هي المصابة. يبقى أنا استنتج من دلوقتي من هنا إن الخلية سين اللي مستقبلها CD8 دي تعتبر تائية قاتلة، تي سيتوتوكسيك، تمام؟ وصاد دي خلية مصابة، صاد خلية مصابة، ممكن تبقى خلية مصابة بالفيروس، أو ممكن تكون خلية سرطانية، أو ممكن تكون أعضاء مزروعة، لأن الخلايا التائية القاتلة بتشتغل على الثلاث حاجات دول. طب وبعدين دلوقتي بعد ما اتنشطت الخلايا التائية القاتلة بدأت تفرز مادة على الخلية المصابة، يبقى المادة دي اسمها ايه؟ طبعا احنا عارفين التائية القاتلة بتطلع البروفورين أو السموم الليمفاوية، يعني بتطلع البروفورين الأول اللي بيثقب الغشاء بتاع الميكروب، وبعد كده بتسلط عليه سموم ليمفاوية، وفي النهاية بيتم القضاء على الخلية دي، تمام؟ فبيقول لي أي الاختيارات بالجدول التالي يعبر عن سين وصاد وعين؟ طب سين احنا قلنا تائية قاتلة، ندور كده عندنا تائية سامة، هي التائية السامة قلنا تي سيتوتوكسيك، يعني تائية قاتلة أو سامة، تمام؟ في هنا تائية سامة. وبيقول ان صاد دي خلايا مصابة بفيروس. ايوه احنا قلنا يا اما مصابة بفيروس، يا اما بتكون عضو مزروع، يا اما خلية سرطانية. وبيقول لي ان عين ده البروفورين، احنا لسه قايلين الحاجات اللي بتفرزها الخلايا التائية يا اما بروفورين يا اما سموم ليمفاوية، موجود عندنا هنا بروفورين، يبقى الاجابة بي تنفع معانا، تمام. النقطة التانية بيقول لي ما المواد الكيميائية التي تنتجها الخلية صاد. نبص كده على الخلية صاد. الخلية صاد دي خلية مصابة بالفيروس. طب ما احنا قلنا ان الخلايا المصابة بالفيروس بتطلع مادة اسمها الانتر فيرونات، يبقى الانتر فيرونات دي موجودة عندي اهي في الإجابة رقم جيم، بتنتجها الخلايا المصابة بالفيروس عشان تروح للخلايا سليمة تحثها على انتاج انزيمات تعمل على وقف انزيمات التضاعف بتاعة الحمض النووي للفيروس، تمام كده، يبقى الانتر فيرونات. سؤال 76 بيقول لي ما المادة الكيميائية التي يتأثر تكوينها بعمل الخلايا التائية المساعدة بصورة مباشرة؟ الانترلوكينات. أيوة طبعا احنا عندنا الخلايا التائية المساعدة لما تبقى نشطة أول حاجة بتطلعها الانترلوكينات، زي في المناعة الخلطية، في المناعة الخلوية بتطلع انترلوكينات وبتطلع وبعد كده بتطلع ايه؟ سيتوكينات. يبقى الانترلوكينات مرتبطة معاها بطريقة مباشرة مش الهستامين، لأن الهستامين ده بيفرز من الخلايا الصارية، تمام، وخلايا الدم البيضاء القاعدية والخلايا القاعدية، والمتممات دي اللي بترتبط بالأجسام المضادة، والكيموكينات اللي بتعمل كعوامل جذب، بتعمل كعوامل جذب للخلايا البلعمية إلى موقع الإصابة بأعداد كبيرة، تمام كده. طب نشوف سؤال 77 بيقول لي هنا أي الخلايا التالية لا تلعب دورا مشتركا في المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، يعني مش موجودة في المناعتين مع بعض، تمام. الخلايا البلعمية الكبيرة موجودة في الخلطية وفي الخلوية، التائية المساعدة موجودة في الاتنين، بتنشط هنا البائية وبتنشط هنا البائية والتائية وكل الخلايا التانية زي البلعمية والإيه والقاتلة الطبيعية. طب التائية السامة؟ لا، التائية السامة دي خاصة بالمناعة الخلوية فقط، التائية السامة اللي هي تي سيتوتوكسيك دي خاصة بالمناعة الخلوية فقط، بالخلوية فقط، تمام، يبقى هي الإجابة. لكن التائية المثبطة دي اللي بتثبت عمل الخلايا البائية والتائية بعد القيام بالإيه؟ بالاستجابة المناعية. طيب نشوف سؤال 78، تمام كده. الشكل البياني المقابل يوضح تركيز أنواع الخلايا التائية الثلاثة. طبعا احنا عارفين التائية الثلاثة اللي هي التائية المساعدة والتائية القاتلة والتائية اللي هي السامة والتائية الكابحة أو المثبطة اللي هي تي اس سبريسور، تمام كده. في دم شخص بعد دخول كائن ممرض أي الاختيارات بالجدول التالي يمكن أن يمثل هذه الخلايا؟ قبل ما نبص على الاختيارات تعالوا ما نشوف مين أول واحدة في دول بتعمل. أول خلايا التائية اللي بتعمل هي التائية مين؟ المساعدة. يبقى أول واحدة بتنشط معانا هنا اللي هي سين دي هتبقى التي هيلبر، تمام. طب وبعد كده
بتحفز مين بقى في الاتنين الباقيين؟ طبعا بتحفز الدقيقة القاتلة عشان تطلع البروفورين اللي هو البروتين المثقب او صانع الثقوب، وكمان السموم الليمفاوية. يبقى صاد على طول اللي بتنشط بعد الدقيقة المساعدة دي التي سيتوتوكسيك، الدقيقة القاتلة او السامة. في الاخر بعد ما يتم القضاء على الميكروبهم، بعد ما الكيرف بتاعهم ينزل هما الاتنين، التقية المساعدة اهو والتقية الايه، التقية مين القاتلة، بيكون مين السبب في الكلام ده؟ هو اللي نسبته عليت معانا عين، دي اخر حاجة هتبقى التقية مين، التقية الكابحة او المثبطة اللي هي تي سبريسور. يبقى انا هدور على المساعدة الاول، عندنا هنا في المساعدة الاول وادي القاتلة تمام او السامة، وبعد كده الكابحة. يبقى الاجابة معانا رقم جيم. سؤال 79، بيقول لي ما العملية التي تسبق مباشرة عرض الأنتيجين على سطح الخلية البلعمية الكبيرة؟ طيب عايز اللي قبل العرض، قبل ما الخلية تعرض الأنتيجين على سطحها مرتبطا طبعا ببروتين التوقع الايه النسيجي اللي هو ام اتش سي. ابتلاع الخلية البلعمية الكبيرة للأنتيجين، لا ده اول مرحلة خالص. بعد كده تفكيك الأنتيجين بواسطة انزيمات الليزوسوم، دي المرحلة اللي بعدها. وبعد كده ارتباط بروتين التوافق النسيجي مع اجزاء الانتيجين، ايوه هي دي المرحله اللي هتسبق عرض الانتيجين على سطح الخليه البلعميه الكبيره، لان الانتيجين ده ما بيتعرضش لوحده، بيبقى بلس ام اتش سي، يعني مرتبط ببروتين التوافق النسيجي. فالاجابه معانا هتبقى رقم ج، طبعا مش تعرف الخلايا التائيه المساعده على الانتيجين. سؤال 80 هنا بيقول لي اي مما يلي صحيح عن الخلايا الليمفاويه التائيه السامه؟ خلايا متميزة وتنشط في المناعة الخلوية، أيوة احنا لسه قايلين ان التقية السامة دي خاصة بالمناعة الخلوية فقط، بالخلوية ايه فقط، فهي خلايا متميزة، أو طبعا متميزة لأن الخلايا التائية نضجت في الغدة التيموسية وتميزت إلى التائية المساعدة والتائية القاتلة أو السامة والتائية الايه الكابحة. يبقى متميزة وتنشط في المناعة الخلوية، متميزة وتنشط في المناعة الخلطية، أنا لسه قايلة إن هي ايه خلوية فقط، يبقى دي ما تنفعش. خلايا غير متميزة، غير متميزة، لا احنا قلنا ان هي ايه متميزة تمام. سؤال 81 بيقول لي الشكل المقابل يوضح تركيب احد الفيروسات، ما التركيب الذي تستطيع من خلاله الخلايا البائية التعرف على هذا الفيروس؟ طبعا احنا عارفين التركيب اللي بتتعرف من خلاله هو الانتيجين، التركيب ده هو مين، هو الانتيجين. طب نبص كده مع بعض، احنا عندنا هنا هو جايب لي بيانات، يعني هو مشاور بره هنا وقال لي ده غلاف بروتيني، يبقى عين اللي هو مشاور عليها هي الغلاف البروتيني، يبقى الغلاف البروتيني كده يقصد بيه حرف العين تمام. ومشاور لي جوه على المادة الوراثية وقال لي ان المادة الوراثية بتاعته ار ان ايه، والسهم ده بيقول لي ان دي شوكة تحتوي على انزيم لذوبان غشاء خلية العائل، يبقى ده السهم ده صاد هو الشوكة تمام. فاضل هنا بروتين، بيقول لي البروتين ده هو سين، اهو البروتين اللي هو سين ده هو الانتيجين، هو مين الانتيجين. فلما يقول لي مين التركيبه الذي تستطيع من خلاله الخلايا البائيه التعرف على هذا الفيروس، اقول له مين سين فقط، لان سين ده هو الانتيجين. طيب نشوف مع بعض سؤال 82 بيقول لي في الشكل المقابل ماذا يمثل كل من سين وصاد وعين على الترتيب؟ طب نشوف كده سين، احنا شايفين ان سين ده فيه وعاء دموي تمام، وفي خلايا متعادلة، خلايا دم بيضاء متعادلة تمام، وفي كمان خلايا بلعمية، وفي ميكروب زي البكتيريا اهو. يبقى دي مين؟ دي الاستجابة، دي الاستجابة بالالتهاب، والاستجابة بالالتهاب دي تبع خط الدفاع التاني تمام. طيب لو انا بصيت في الاجابات هلاقي الاجابة ألف فيها خط دفاع تاني في الاول، طب نشوف كده الباقي ينفع، بيقول لي ان صاد دي خط دفاع اول. طب نبص كده، لو احنا قلنا ان ده مثلا وليكن الجلد ودي غدد عرقية وبتفرز العرق على سطح الجلد، طبعا انتوا عارفين العرق ده سائل ملحي مميت للايه للميكروبات، يبقى ده خط دفاع اول، ده خط دفاع ايه اول. طب هل مثلا عين ده هيبقى خط دفاع تالت؟ طبعا، لان احنا كفايه بس ان احنا شايفين اجسام مضاده، في اجسام مضاده اهو، وفي خلايا بلعاميه اهي، وفي كمان الاي جي ام، احنا عندنا هنا اجسام مضاده، يبقى هنا خط دفاع تالت، يبقى فعلا الاجابه الف تمام. نشوف بقى السؤال 83 بيقول لي هنا أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للخلايا القاتلة الطبيعية الـ NK؟ أول حاجة كده بيقول لي غير متخصصة لنوع معين من الأنتيجينات، أيوة مظبوط، إحنا عارفين الخلايا الطبيعية، الخلايا القاتلة الطبيعية دي موجودة عندنا
في خط الدفاع التاني وخط الدفاع التالت، تمام كده؟ طب بما ان هي في خط الدفاع التاني، مش خط الدفاع التاني ده مناعة طبيعية؟ مناعة ايه؟ طبيعية. والمناعة الطبيعية مالها؟ بتبقى غير متخصصة، تمام كده؟ يبقى انا اقول له اه هي غير متخصصة لنوع معين من الانتيجينات. تاني حاجة بيقول لي لا تحتوي على انزيمات محللة. لا، احنا عارفين الخلايا القاتلة الطبيعية تحتوي على انزيمات محللة، ودي اللي بتدمر بقى الخلايا المصابة بالفيروس والخلايا السرطانية. احدى انواع الخلايا التائية؟ لا، هي مش احدى انواع الخلايا التائية، هي احدى انواع الخلايا الليمفاوية. تتبع خط الدفاع التالت فقط؟ لا مش فقط، والتاني كمان، تمام كده؟ طب نكمل نشوف سؤال 84. بيقول لي الشكل المقابل يوضح آلية عمل الجهاز المناعي في فأر. قبل ما نشوف الأسئلة يلا نشوف الشكل. جايب لي هنا ميكروب اهو، وعلى سطحه الأنتيجين بيصيب الفأر. فإيه اللي حصل عندنا؟ لو بصينا هنا هنلاقي إن في ده، طبعا انتوا عارفين ده شكل الخلايا التائية الإيه؟ المساعدة، مرتبطة بمستقبلها اللي هو السي دي فور مع مين؟ مع الأنتيجين، وهو مرتبط ببروتين التوافق النسيجي ومعروض على سطح الخلايا البائية. وعرفت ان دي خلايا بائية، شايفين حرف الواي ده؟ ده دليل على ان دي خلايا ايه؟ بائية، وعارضة الانتيجين على سطحها. فبتبتدي تنشط الخلايا البائية، تتقسم وتدينا خلايا بائية بلازمية، يعني واحد ده خلايا بائية، تمام؟ سبعة دي خلايا بائية بلازمية، تمام؟ الخلايا البائية البلازمية افرازت 8 ديت اللي هي ايه، او انتاجت 8 اللي هي اجسام ايه؟ مضادة. ده حرف الواي ده الاجسام المضادة. طيب دي كده مناعة ايه اللي بالاجسام المضادة؟ دي مناعة خلطية، تمام كده؟ نشوف هنا، عندنا هنا ادي الخلية التائية المساعدة اتنشطت طلعت مادة، يبقى دي تي هيلبر برضو. المادة دي اسمها ايه؟ اسمها السيتوكينات هنا، لان المناعة التانية دي مناعة ايه؟ مناعة خلوية، يبقى الجزء ده مناعة خلوية. السيتوكينات دي راحت تنشط الخلايا التائية القاتلة اللي ارتبطت بمستقبلها. مستقبلها ده اللي هو مين؟ اهو المستقبل ده بتاعها اسمه سي دي 8، تمام كده؟ ارتبطت مع الخلية المصابة، وليكن مصابة بالايه؟ بالفيروس، تمام؟ فبدأت انها تسلط عليها بقى المواد اللي هي بتنتجها. هي بتنتج ايه؟ عامة التائية القاتلة دي، الخلايا التائية القاتلة بتنتج اللي هي البروفورين، بتنتج البروفورين اللي هو البروتين المثقب او صانع الثقوب، والسموم الليمفاوية كمان، والسموم الليمفاوية، تمام كده؟ طيب نشوف كده مع بعض ايه بقى اللي هو بيسألني عنه. بيقول لي اي مما يلي يمثله هذا الشكل؟ دي الاستجابة بالالتهاب. لا، ده الاستجابة بالالتهاب دي خط دفاع تاني، واللي احنا بنحكي فيه ده خط دفاع تالت، مناعة خلطية وخلوية. مناعة فطرية؟ لا، احنا دي مناعة مكتسبة، دي مش فطرية خالص، دي مكتسبة، تمام؟ مناعة مكتسبة سلبية؟ لا، هي مش سلبية، هي ايجابية، بدليل ان هو اهو هنا تم انتاج اجسام مضادة، وهنا تم القضاء على الميكروب، تمام؟ يبقى مناعة مكتسبة ايجابية، ايوه. طيب نشوف النقطة التانية، بيقول لي اي مما يلي يمثل الخلايا المشارة اليها برقم 2 و7. طب نيجي نشوف رقم 2. 2 دي تائية مساعدة احنا قلنا عليها، و7 قلنا عليها بائية بلازمية. ندور على خلية تائية مساعدة وخلية بائية بلازمية، هلاقي الإجابة رقم ب. طيب نشوف النقطة التالتة، بيقول لي هنا ما المواد الكيميائية المشار إليها برقمي 6 و8. 6 قلنا عليها السيتوكينات، وهنا أو السموم الليمفاوية، وهنا كمان لا السيتوكينات، السموم الليمفاوية تحت السيتوكينات، وهنا في 8 أجسام مضادة. يبقى أنا هدور على سيتوكينات وأجسام مضادة، سيتوكينات وأجسام مضادة، هلاقيها في رقم ج. يبقى هنا التائية المساعدة هتطلع السيتوكينات عشان تنشط بيها التائية القاتلة، تمام؟ وهنا 8 ديت الخلية البائية البلازمية أنتجت أجسام مضادة، تمام كده شباب؟ نشوف معانا سؤال 85، بيقول لي ما نوع المناعة التي يستمدها الرضيع من الأجسام المضادة الموجودة في لبن الإيه؟ الأم. طيب هو كده جايبها لي انها كلها مناعة مكتسبة صناعية ولا طبيعية؟ طالما ان هي من لبن الام هتبقى ايه؟ هتبقى طبيعية، يبقى دي مناعة مكتسبة طبيعية. طيب مناعة مكتسبة طبيعيا طويلة المدى ولا قصيرة المدى؟ لا، قصيرة المدى. طب ليه؟ علشان احنا عندنا هنا دي اجسام مضادة، والاجسام المضادة ما بتعيش كتير، تمام؟ بتقعد فترة قصيرة بس
وايه وبعد كده بتنتهي. فعشان كده بنقول ان هي مناعه مكتسبه، لان مش الجهاز المناعي بتاع الطفل اللي الرضيع هو اللي كونها، دي اللي مكونها جسم الام، عشان كده قلنا مكتسبه. طبيعيا قصيره الايه قصيره المدى، لان زي ما قلنا دي مش خلايا ذاكره، الخلايا الذاكره هي اللي بتقعد ايه فتره طويله، لكن الاجسام المضاده دي بتقعد فتره قصيره. طب نشوف السؤال 86، بيقول لي ما نوع المناعه التي يستمدها الجسم عند حقنه باجسام مضاده ضد مرض ما؟ يعني احنا لما نيجي نحقن الاجسام اي حد مريض بالاجسام المضاده، هو كده اخد مناعه ايه؟ اخد مناعه مكتسبه صناعيه، هي كلها مناعه مكتسبه. طب طبيعيا ولا صناعيا؟ لا صناعيا، احنا حقنينه بالاجسام الايه المضاده. طب طويله المدى ولا قصيره المدى؟ لا هتكون قصيره المدى، لان احنا قلنا الاجسام المضاده ما بتعيش ايه كتير. فهتبقى معانا كده الاجابه رقم ج، مناعه مكتسبه صناعيا وقصيره المدى. طيب سؤال 87، بيقول لي هنا أي مما يلي يتكون بعد تغلب الجسم على كائن ممرض، يعني الجهاز المناعي قدر يقضي على الكائن الممرض. تمام، بتتكون إيه؟ بتتكون خلايا ذاكرة، خلايا إيه؟ ذاكرة في الوقت ده عن الميكروب، عشان لو دخل الجسم مرة تانية. فدي مناعة مكتسبة طبيعيا طويلة المدى. اه ليه؟ لأن مكتسبة طبيعيا، لأن الجسم نفسه هو اللي قدر ينتج الأجسام المضادة في الأول وقدر يكون خلايا الذاكرة، فهتبقى أيوة مناعة مكتسبة طبيعية. طويلة المدى ليه؟ لأن أنا لسه قايلة حالا إن هو هيكون خلايا ذاكرة، وخلايا الذاكرة دي بتعيش فترات طويلة، خلايا البائية الذاكرة بتقعد من 20 30 سنة، الخلايا التائية الذاكرة قد يمتد بها الأجل. يعني إيه مناعة مكتسبة طبيعيا طويلة الإيه المدى؟ يبقى الإجابة معانا رقم ألف. سؤال 88، بيقول لي من المحاولات الأولى للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا كان يتم أخذ كمية من دم المصاب بعد التعافي، اللي هو الشخص المتعافي مباشرة، بما تفسر ذلك؟ طب هما كانوا بيعملوا إيه؟ لما كانوا بياخدوا عينة من دم المصاب ده، كانوا بيفصلوا منها الأجسام المضادة ويستخدموها كمصل، لما يكون حد مثلا مصاب بفيروس كورونا والإصابة بتاعته شديدة ممكن تؤدي إلى الوفاة، فكان الحل إن هما ياخدوا عينة دم من الشخص المتعافي. فطبعا عينة الدم لسه موجود فيها أجسام مضادة، احنا عارفين الأجسام المضادة بتعيش فترة قصيرة وبعد كده خلاص، فهياخدوا عينة الدم اللي فيها الأجسام المضادة دي ويستخدموها كمصل عشان ايه يحقنوها في الشخص الايه المصاب. فبيقول لي عزل الفيروس والتعرف على تركيبه، لا فصل أنتيجينات الفيروس واستخدمها كلقاح، لا احنا عارفين ان اللقاح بيبقى الميكروب نفسه في صورة ايه ضعيفة او ميتة. فصل الأجسام المضادة واستخدمها كمصل، ايوه ده اللي احنا قلناه. فصل الخلايا الليمفاوية النشطة، لا طبعا. نكمل نشوف سؤال 89، بيقول لي هنا ما الخلايا التي تعمل في كل من المناعة الطبيعية اللي هي في خط الدفاع مثلا الأول والتاني، تمام، والمناعة المكتسبة اللي هي في خط الدفاع التالت؟ بيقول لي الخلايا البلعمية كبيرة، أيوة موجودة في الاتنين، والخلايا القاتلة الطبيعية احنا لسه قايلين إن هي خط دفاع تاني وتالت، يبقى الإجابة دي تنفع. طب ما ينفعش بقى الخلايا البلعمية الكبيرة يا جماعة، بتنفع، لكن الخلايا الصارية دي خط دفاع تاني بس. طب الخلايا التائية دي خط دفاع تالت، التائية دي مش موجودة عندي غير في خط الدفاع مين؟ التالت، والصارية مش موجودة غير في التاني. طيب الخلايا التائية قلنا تالت، والبلعمية الكبيرة في كله، يبقى احنا عرفنا كده ايه السبب احنا اخترنا الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا القاطرة الطبيعية، لان كل منهما موجود في المناعتين الطبيعية والمكتسبة. طيب سؤال 90، بيقول لي باستخدام البيانات المدونة بالجدول التالي اجب، دي مرحلة التعرف، مين اللي بيقدر؟ بيقول لي واحد ده انتجين، مين بيقدر يتعرف على الانتجين؟ جايب لي أول حاجة كده هنا رقم 3، دي خلية إيه؟ بلعمية، وعندنا كمان الخلايا البائية، 2 دي خلايا إيه؟ بائية، بتقدر تعرف على الانتجين وبيدخل جواها يرتبط مع بروتين التوافق النسيجي وبيتم العرض إيه؟ على السطح. طب وبعد كده؟ بيقول لي بعد ما الخلية 3 دي بتعرض على سطحها، والخلية 2 اللي هي الأدية طبعًا إحنا عرفناها، و3 قال لي إن دي بلعمية إيه؟ كبيرة. واحنا عرفنا ان 2 دي خلايا بائيه، بعد ما بيعرضوا على سطحهم الانتيجين المرتبط ببروتين التوافق النسيجي، بتيجي الخليه رقم 4 دي اللي هي التائيه المساعده عن طريق مستقبلها ده اللي هو السي دي 4، وترتبط معاهم وتنشط. بعد ما تنشط الخليه 4 دي طبعا بتطلع مين؟ بتطلع الانترلوكينات دي، بعد ما بتبقى نشطه بتطلع انترلوكينات، الانترلوكينات دي بتروح تنشط الخلايا البائية عشان تنقسم وتدي بائية بلازمية وبائية ذاكرة. فبيقول لي 2 اللي هي البائية اهي فعلا اتنشطت وطلعت 5 و6 اللي بيبقى عليها حرف واي، دي الخلايا الذاكرة، يبقى دي بائية ذاكرة، بائية ايه؟ ذاكرة.
واللي بتبقى من غير حرف الواي دي بتبقى الباقية الايه؟ الباقية البلازمية. طب وبعدين الدليل ان هنا رقم 6 اللي احنا قلنا عليها باقية بلازمية انتجت حرف واي اللي هو الاجسام مين؟ المضاد. تمام كده، احنا فكينا الشكل كله. يلا بقى اما نشوف اجابة الاسئلة. بيقولي ماذا تمثل الخلية 2؟ احنا قلنا الخلية 2 دي خلية مين؟ باقية. ندور كده، اه في عندي في الاجابة اهو خلية ايه؟ باقية. ماذا تمثل الخلية 4؟ احنا قلنا 4 دي تائية مساعدة، في هنا تائية مساعدة، ايوه في رقم جيم تائية مساعدة. ماذا تمثل الخلية 6؟ خلية 6 أنتجت أجسام مضادة، يبقى دي باقية بلازمية عندنا في رقم ب. تمام كده؟ طب تعالوا نشوف السؤال رقم 91، بيقول لي هنا إيه؟ الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين RNA الفيروسي المسبب لمرض الإيدز HIV وكل من الأجسام المضادة، يعني العلاقة ما بين RNA أهو والأجسام المضادة، تمام؟ والخلايا الليمفاوية، ادرسه ثم أجي. طب يلا نشوف كده مع بعض. جايب لي هنا الكيرف، جايب لي التركيز، وهنا الزمن وبالاسابيع وبالسنوات. فجايب لي اول حاجه كده ان اللون الجرين ده بيقول لي ده الار ان ايه بتاع مين؟ الفيروس. في نفس الوقت عندنا في كيرف كده، الكيرف البينك ده لقيناه بينزل، يعني بنشاط الار ان ايه بتاع الفيروس، بلاقي ان الكيرف البينك ده اللي هي خلايا مستقبلاتها سي دي 4، الخلايا اللي مستقبلاتها سي دي 4 دي اللي هي التائيه المساعده، الكيرف بتاعها ايه؟ بينزل. تمام، يبقى انا ممكن استنتج حاجه اهو، نستنتج ان الفيروس ده بيأثر على التائيه مين؟ المساعده. فلما يقول لي هنا ما الخلايا التي يهاجمها الفيروس المسبب لمرض الايدز، ادور كده الاقي التائيه المساعده اهو، وده واضح من الكيرف. تمام، ادي الار ان ايه بتاع الفيروس، وادي الكيرف بتاع التائيه المساعده بينزل. عرفتها من ايه؟ عرفتها من مستقبلها اللي هو سي دي 4. تمام كده، بيقول لي ماذا يحدث عند دخول الفيروس جسم الإنسان؟ لا يتعرف عليه الجهاز المناعي؟ لا عادي بيتعرف عليه الجهاز المناعي طبعا من خلال الأنتيجين الموجود عليه. يتعرف عليه الجهاز المناعي ويقضي عليه؟ هو تعرف عليه بس ما قضاش عليه، لأنه هنا الفيروس الإيدز هنا كان بيشتغل على إيه؟ بيشتغل على الخلايا التائية المساعدة اللي هي بتنشط المناعة الخلطية والخلوية الاتنين، فهو ما قضاش عليه. يتعرف عليه الجهاز المناعي ولكن الفيروس بيحلل مستقبلات الخلايا المناعية، أيوة لأنه اشتغل على مين؟ على الخلايا التائية المساعدة. يتعرف عليه الجهاز المناعي ولكن الفيروس يغير من الأنتيجينات على سطحه، لا الكلام ده ما بيحصلش. تمام كده، نكمل نشوف سؤال 92، بيقولي الشكل المقابل يوضح كائن ممرض أي الاختيارات التالية صحيح عن الارتباط المباشر بالتركيب سين؟ سين ده على سطح الكائن الممرض، يبقى سين ده احنا اتفقنا ان هو انتيجين. تمام كده، فبيقول لي هنا يعني مين، كانه بيسالني مين اللي بيرتبط مع الانتيجين. مستقبلات الخلايا الباقيه بترتبط مع الانتيجين، اه اخدناها، ففي هنا علامه صح اهو 3 مرات ما عدا جيم، يبقى جيم ده مستبعد. طيب مستقبلات الخلايا التائيه المساعده بترتبط مع الانتيجين؟ لا هي بترتبط مع الانتيجين وهو مرتبط ببروتين التوافق النسيجي وهو معروض على سطح الخلايا الايه؟ البلعاميه، مش الانتيجين لوحده كده. تمام، يبقى دي يبقى هنا فعلا في علامه اكس اهو. وهنا نكمل الجسم المضاد، اه الانتيجين بيرتبط مع الجسم المضاد، يبقى الاجابه بقى كده ما تنفعش لانه بيقول ان هو ما بيرتبطش. طب مع المتممات؟ لا المتممات بترتبط بالاجسام المضاده، تمام، والجسم المضاد هو اللي بيرتبط بالانتيجين، اصبحت الاجابه معايا رقم د. سؤال 93 بيقول لي ما وظيفة خلايا البائية الذاكرة؟ الخلايا البائية الذاكرة دي بتبتلع البكتيريا اللي بتهاجم الجسم مرة أخرى، اللي بيبلع البكتيريا دي الخلايا البلعامية. تمام، إنتاج الأجسام المضادة؟ لا هي هتنتج خلايا بلازمية، والبلازمية هي اللي هتنتج الأجسام المضادة دي، دي الأجسام المضادة من البائية مين؟ من البائية البلازمية. إنتاج خلايا بلازمية؟ أيوة هي هتنتج الخلايا البلازمية، وبعد كده البلازمية هي اللي تنتج الأجسام الإيه؟ المضادة. قتل الخلايا المصابة بالفيروس؟ لا قتل الخلايا المصابة بالفيروس متخصص بخليتين، التائية تي سيتوتوكسيك اللي هي التائية القاتلة، والان كي الناتشرال كيلر الخلايا القاتلة الطبيعية، هم دول الاتنين اللي بيقدروا على الخلايا المصابة بالايه؟ بالفيروس. تمام كده؟ طيب أسئلة على مراحل المناعة المكتسبة وخلايا الذاكرة. سؤال 94 بيقول لي قد يصاب الإنسان بالإنفلونزا عدة مرات في العام الواحد ويرجع ذلك لزيادة معدل حدوث تغير في المادة الوراثية لفيروس الأنفلونزا اللي هي طفرات، ما سبب ذلك؟ طبعا الأنفلونزا دي الفيروس بتاعها مادته الوراثية RNA، والRNA بيبقى عرضة للطفرات على طول، لأن التغير اللي بيحصل فيه لا يمكن إصلاحه، فبيبقى فيه طفرات مستمرة بتؤدي إلى تغير في المادة الإيه؟ الوراثية.
فليه الشخص ممكن او الانسان ممكن يصاب بالانفلونزا اكثر من مره؟ لان المناعه الاوليه غير فعاله للقضاء على الفيروس. لا هو اولا هنا قال لي عده مرات، يعني دي مش مناعه اوليه، يعني مش اول مره يشوفوا الفيروس ده او الميكروب ده. تمام، المناعه الثانويه غير فعاله للقضاء على الفيروس. ايوه هي المناعه الثانويه، لان قال له ان هو انصاب بيه عده مرات، يبقى المناعه الثانويه هي الغير فعاله في القضاء على الفيروس. تثبيط خلايا الذاكره، لا هي لو لنفس الميكروب بدون ما يحدث تغيير في الماده الوراثيه، تمام، هنقول ان هو خلايا الذاكره حصل فيها مشكله، اللي هي تثبيط خلايا بائيه او تثبيط خلايا الذاكره. لكن المشكله هنا ان اساسا بيحصل زي طفره، يعني الماده الوراثيه بتاعه الفيروس بتتغير، فهنا بنقول مين اللي ما بقاش فعال عشان الماده الوراثيه اتغيرت؟ المناعه الثانويه، لان هي دي اللي بتستجيب لما يكون في دخول للميكروب للمره الايه الثانيه او الثالثه. تمام كده. هنا السؤال 95 بيقول لي أي العبارات التالية لا تنطبق على الخلايا الليمفاوية؟ يلا نشوف، نخلي بالنا من كلمة لا. كل خلية ليمفاوية بائية، الخلية الليمفاوية البائية الذاكرة لها القدرة على إنتاج أنواع مختلفة من الأجسام المضادة. ده هو بيقول لي خلية ليمفاوية بائية واحدة هتنتج أنواع مختلفة من الأجسام المضادة؟ لا طبعا، لأن إحنا الخلايا البائية دي متخصصة، يعني كل نوع منها بينتج نوع واحد من الأجسام الإيه المضادة. فكده مبدئيا هي دي الإجابة. طب نشوف بقى الإجابات. بيقول لي بعض الخلايا الليمفاوية البائية والتائية تتحول إلى خلايا ذاكرة. أه طبعا، في بائية ذاكرة اللي قلنا بتقعد من 20 ل 30 سنة في الدم، والخلايا التائية الذاكرة قد يمتد بها الأجل. الخلايا البلازمية تنتج أجسام مضادة تدور في الدم. أيوة طبعا، ده دور الخلايا البائية البلازمية. بعض الخلايا الليمفاوية التائية تجذب الخلايا البلعامية لموضع الإصابة. أو إحنا عندنا الخلية التائية المساعدة لما بتطلع السيتوكينات بتجذب بيها الخلايا البلعامية لموضع مين؟ الإصابة. يبقى كل الإجابات صح ما عدا رقم ألف. سؤال 96 بيقول لي هنا الشكل البياني المقابل يوضح تركيز الأجسام المضادة في بلازما دم شخص تعرض لمسبب مرض للمرة الأولى، يعني دي استجابة مناعية أولية. ما سبب عدم وجود أجسام مضادة في الأيام الثلاثة الأولى؟ طيب نبص كده على الشكل، احنا عندنا هنا بيقول دخول مسبب المرض، وهنا في الفترة الأولانية دي كده اللي هو أول 3 أيام ما كانش فيه أي إنتاج مثلا لأجسام مضادة، إيه السبب؟ طب ما احنا عارفين إن في الاستجابة المناعية الأولية بتكون بطيئة، هنا بيقول المرة الإيه؟ الأولى، أقول له الاستجابة المناعية الأولية دي بتكون إيه؟ بتكون بطيئة، بتقعد كده حوالي من 5 ل 10 أيام عشان تصبح العدوى واسعه الايه الانتشار في الجسم ويتم انتاج الاجسام الايه المضاده. فبيقول لي السبب في عدم وجود اجسام مضاده في اول 3 أيام عدم قدره الخلايا المناعيه على التعرف على انتيجينات مسبب المرض. لا هي بتتعرف عليها بس لسه ما تمش الانتاج الاجسام المضاده. عدم قدره الخلايا البلعاميه على التهام الانتيجينات بتاعه مسبب المرض. لا برضو هي ليها القدره بس ده احنا قلنا الاستجابه دي بطيئه يعني بتاخد وقت شويه. قلت عدد الخلايا البائيه والتائيه المتخصصه، ايوه لسه ما حصلش انقسام بقى، لسه الخلايا البائيه هتنقسم وتدي بائيه بلازميه تنتج اجسام مضاده وبائيه ذاكره. يبقى في الوقت ده فعلا قلت عدد الخلايا البائيه والتائيه الايه المتخصصه، مش قوه مسبب المرض لحظه ايه دخوله الجسم. طيب نكمل، ده سؤال برضو على الجزئيه دي. بيقول لي هنا إذا هاجم هذا الشخص نفس مسبب المرض في اليوم 15، هنرجع للشكل تاني، ماذا تتوقع أن يكون تركيز الأجسام المضادة في اليوم 17؟ طب نيجي كده نشوف. هو أول مرة لما كون أجسام مضادة كان أقصى إنتاجية من الأجسام المضادة كام؟ 20. طب لما يجي يدخل بقى النفس الميكروب ده مرة تانية بيقول لي في اليوم 15 هنا، أكيد هيبقى فيه استجابة مناعية ثانوية، ولا الكيرف إيه؟ بيعلى معايا كده بسرعة. يبقى احنا هنا هيبقى عدد الأجسام المضادة، بص معايا كده بيقول 0 ولا 10 ولا 20 ولا أكتر من 20، لأ طبعا أكتر من 20، أكتر من المرة بتاعت الاستجابة المناعية الأولية. نشوف بعد كده سؤال 97 بيقول لي هنا الشكل البياني المقابل يوضح كمية الأجسام المضادة في دم شخصين A و B بعد تطعيمهما بغلاف الفيروس المسبب لمرض الكورونا، يعني ده تطعيم بغلاف الفيروس بتاع ايه كورونا. ماذا تستنتج من الشكل؟ قبل ما نبص على الاجابات يلا نشوف هنا ايه، لقينا الكيرف بيعلى معانا بسرعه، يبقى ايه ده يعتبر استجابه مناعيه ايه ثانويه، يبقى دي كده مناعيه ثانويه. طيب بي العمليه
مرت علينا هنا ببطء، يبقى دي استجابة مناعية ايه؟ أولية، تمام كده؟ طيب بيقول لي هنا ربما الشخص بي كان مخالطا لشخص مصاب بالكورونا. لو كان مخالط يعني قصده ان هو كان مصاب قبل كده، ما كانش تبقى الاستجابة بطيئة وتبقى أولية بالشكل ده. فمبدئيا كده حتة ان بي مخالط ده كده الإجابة دي غلط. طيب نكمل، بيقولي الشخص ايه حصل على جرعة تنشيطية، أخذ جرعة تنشيطية قبل كده بينما الشخص بي يتم تطعيمه للمرة الأولى. أيوة الكلام ده يمشي. ليه؟ كون إنه أخذ جرعة تنشيطية قبل كده يبقى فعلا يعمل المرة دي استجابة مناعية إيه؟ ثانوية. وبي ده لأول مرة فعلا، لأن الإيه الاستجابة معانا هنا بطيئة، تمام؟ يبقى الإجابة دي تنفع. طب نشوف بقى الإجابات. بيقول لكل من الشخصين إيه وبي لم يتم تطعيمهما من قبل، هما الاتنين ما اتطعموش، بي ماشي لكن إيه واخد جرعة تنشيطية قبل كده، يبقى هنا دي ما تنفعش. ربما يكون الشخص ايه مصاب بسوء تغذية. طب ايه علاقة سوء التغذية دلوقتي؟ ملوش علاقة، تمام. نيجي للسؤال 98، بيقول لي هنا اي الاشكال البيانية التالية يمثل مراحل المناعة المكتسبة لشخص تعرف لنفسه مسبب المرض اكثر من مرة، يعني دخل الجسم مرة اولى وعمل استجابة مناعية اولية، ودخل الجسم مرة تانية وعمل استجابة مناعية ايه ثانوية. طيب نشوف الاشكال. الف بيقول لي التعرض الاول. طب ده يعقل؟ يعقل ان التعرض الاول تركيز الاجسام المضاده فيه اكتر من التعرض التاني؟ يبقى الشكل ده غلط خالص، تمام. طيب بي او ب بيقول لي هنا التعرض الاول دي استجابه مناعيه اوليه اللي هي البطيئه دي، ايوه، والتعرض التاني كده اسرع، يبقى ب ده صح. طب ما ينفعش ج؟ لا ما ينفعش، لانه جايب لي برضو التعرض الاول تركيز الاجسام المضاده فيه اكتر من التاني والكلام ده غلط. وهنا جايب لي التعرض الاول برضو في زياده في الاجسام المضاده وبعد كده ثبات في التعرض التاني، يبقى الكلام ده برضو ايه غلط، ما ينفعش، يبقى الاجابه معانا رقم ب. نشوف السؤال 99، بيقول لي هنا اي مما يلي يمكن استنتاجه من الشكل البياني المقابل. طب نشوف الشكل الاول، بيقول لي تركيز الاجسام المضاده تم التطعيم بلقاح ولكن بعد التطعيم ده ما حصلش اي حاجه، نخلي بالنا كده، فلما جه حصل إصابة أولى بدأت تظهر استجابة مناعية أولية، ولما حصل إصابة تانية حصل استجابة مناعية إيه ثانوية. طب أنا هنا بقى بيقول لي إيه، نستنتج إن مسبب المرض بيحفز الخلايا المناعية بدرجة أعلى من اللقاح، يعني ده بيحفز أكتر من ده، ده هنا اللقاح مش شغال أساسا، ما عملش أي استجابة. طيب بعد كده بيقول لي اللقاح المستخدم نشط. لا المستخدم أهو، شايفين الكيرف الخط بتاعه؟ لا مش نشط خالص، ده هو غير نشط، غير نشط، يبقى الكلام ده ايه غلط. اللقاح المستخدم غير مجهز بطريقة سليمة، ايوه اللقاح المستخدم ده ما تجهزش بطريقة، لان لو مجهز بطريقة سليمة كان عمل كيرف كده لاستجابة مناعية اولية، يعني كانت الاستجابة المناعية الاولية هتبقى هنا، ولما كان يصاب بقى اللي هي الاصابة الاولى كان ساعتها يبقى في استجابة مناعية ثانوية، تمام كده. اللقاح يثبت نشاط الخلايا البائية، اللقاح مش شغال أساسا، هنا اللقاح مش شغال، تمام. اللقاح المستخدم غير مجهز بطريقة سليمة، ونخلي بالنا لأنه هيجيب لنا في آخر الأسئلة سؤال شبه ده. طيب نبص كده، بيقول لي سؤال رقم 100، هنا بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح تركيز بعض الأجسام المضادة بدم شخص ما، تمام. في أي الحالات التالية تكون خلايا الذاكرة هي المسؤولة عن الاستجابة المناعية؟ طب ما يلا نشوف كده، احنا عندنا سين هنا دي مناعة ايه استجابة مناعية ايه، دي أولية، والكيرف لما بيعلى قلنا دي ثانوية، تمام، وصاد دي أولية لكائن تاني لأن اختلاف اللون، احنا هنا عندنا اللون الأزرق ده استجابة مناعية أولية، تمام، وده ايه ثانوية لنفس الكائن ده، أما الكائن التاني هو عمل استجابة مناعية ايه أولية اهو. فبيقول لي مين بتتكون بأي الحالات الآتية تكون فيها الخلايا الذاكرة هي المسؤولة عن الاستجابة المناعية؟ طبعا الخلايا الذاكرة بتكون شغالة في المناعية الإيه الثانوية، يبقى أنا هدور هنا على المناعية الثانوية مش هلاقي عندي غير مين، عين، يبقى عين فقط، تمام. طب بيقول لي هنا تركيز الأجسام المضادة عند النقطة عين، في النقطة عين اه هنا تركيز الأجسام المضادة 10 باور 4، تمام، تركيزها عند النقطة يعني قد سين كم مرة، نشوف كده سين 10 باور 1. طيب انا عندي هنا دي 10 باور 4 ودي 10 باور 1، الفرق بينهم 10 باور 3. 10 باور 3 يعني 1000 مره، اللي هي 10 اس 3 دي 1000 ايه 1000 مره الفرق ما بينهم، تمام كده. طيب سؤال 101، بيقول لي هنا اصيب شخص ما بالحصبه وبعد مرور عده سنوات،
أصيب بورم في الغدة التيموسية مما أدى إلى استئصال هذه الغدة. ماذا يحدث إذا تعرض هذا الشخص لنفس الميكروب المسبب للحصبة مرة أخرى بعد مرور عام من الاستئصال؟ ولا أي حاجة، لأنه لما كان أصاب بيه مرة خلاص إحنا عارفين إن اللي بيصاب بالحصبة مرة هي خلاص. ليه؟ بتتكون خلايا ذاكرة من وقتها، وحتى لو استئصال الغدة التيموسية، حتى لو في أي مشكلة حصلت، طالما خلايا الذاكرة بتاعته موجودة مش هيحصل أي حاجة. بيقول لي سيصاب مرة أخرى لعدم نضج الخلايا الليمفاوية الجذعية. لا، هو احنا بنتكلم، احنا الخلايا الليمفاوية الجذعية اللي هي بقى يعني من بعد ما حصل المشكلة في الغدة التيموسية دي ماشي مش هتنضج، لكن الكلام ده قديم، يعني الإصابة بالحصبة دي كانت قديمة وتم التعامل معاها وتكون لها خلايا ايه ذاكرة. سيصاب مرة أخرى؟ لا، أي سيصاب مرة أخرى، الكلام ده ايه غلط. لن يصاب مرة أخرى لتكون خلايا ذاكرة أثناء التعرض الأول. أيوة ده اللي احنا قلناه. طيب لن يصاب مرة أخرى لتكون أجسام مضادة أثناء التعرض الأول. لا، هي الأجسام المضادة دي بتعيش فترة قصيرة، يعني دي بتعيش فترة قصيرة، لكن خلايا الذاكرة دي بقى اللي بتقعد من 20 ل 30 إيه سنة في الدم، فهي هتبقى عشان خلايا مين؟ الذاكرة. طيب سؤال 102 بيقول لي هنا: الشكل البياني المقابل يوضح الاستجابة المناعية لنوعين من الأنتيجينات، أي الاختيارات بالجدول التالي يمثل إكس وواي. يلا ما نشوف إكس، الكيرف عالي معانا بسرعة. أول ما بنشوف الكيرف عالي بنقول دي مناعية إيه؟ استجابة مناعية ثانوية، والكيرف هنا ببطء يبقى واي ديت إيه؟ أولية. طب ندور، بيقول لي إكس أولية، لا إكس ثانوية. إكس ثانوية وواي أولية، أيوة يبقى الإجابة معايا رقم ب. نشوف السؤال 103 بيقول لي هنا: أي مما يلي ينتج عند حدوث طفرة في الجين المسؤول عن تكوين الغلاف البروتيني لفيروس كوفيد 19؟ أدت إلى تكوين بروتين مماثل، يعني الطفرة دي خلت الغلاف البروتيني يبقى مماثل في تركيبه الكيميائي للغلاف البروتيني لفيروس سبق التطعيم ضده. ده حاجة كويسة قوي، يعني هو كان متطعم ضد فيروس قبل كده، فالطفرة اللي حصلت في كوفيد 19 خلت الغلاف البروتيني بتاعه شبه الغلاف البروتيني اللي كان الشخص ده متطعم باللقاح بتاعه من قبل كده. حلو قوي. فبيقول لي هنا ايه اللي هيحصل؟ لا تستطيع الخلايا التائية المساعدة التعرف عليه. لا طبعا هيحصل التعرف، طبعا هي بتتعرف على الانتيجين، هو مرتبط مع بروتين توافق النسيج على سطح الخلايا البلعمية، هيتم التعرف عليه عادي جدا، لان الغلاف البروتيني دوت شبه الغلاف البروتيني الفيروس تم التطعيم ايه بيه قبل كده، فيتم التعرف عليه بواسطة خلايا الذاكرة. ايوه يبقى احنا هنا هيتم التعرف عليه بواسطة مين؟ خلايا الذاكرة وانتاج اجسام مضادة له. يبقى طالما ان هو شبه فيروس تاني او غلاف بروتيني الفيروس تاني تم التطعيم بيه، فتقدر على طول خلايا الذاكرة تشتغل عليه بسرعة. تمام، يبقى احنا هنا في اجابات تانية بيقول لا تستطيع خلايا الدم البيضاء التعرف عليه، ويتم التعرف عليه بواسطة الخلايا البلعمية. طبعا احنا قلنا التعرف بيتم من خلايا الذاكرة. طيب نشوف كده السؤال رقم 104 بيقول لي هنا: في احدى العائلات اصيب الاخ الاكبر بميكروب وتعافى منه ببطء. يبقى دي كانت استجابة مناعية ايه؟ اولية، طالما تعافى ببطء، بطء شديد، فقرر الوالدين اللجوء الى حقن الاخ الاصغر بلقاح لهذا الميكروب. أي الخلايا الليمفاوية الآتية ستنتج في دم الأخ الأصغر أجساما مضادة؟ مين هيطلع أجسام مضادة لأنتيجينات هذا الميكروب المضاعف؟ طبعا اللي بينتج أجسام مضادة هي الخلايا الإيه؟ البلازمية. يبقى ندور كده، أول حاجة كده بيقول لي الخلايا البائية البلازمية، أيوة طبعا هي الوحيدة اللي بتنتج أجسام إيه؟ مضادة، مش التائية خالص، ما بتنتجش أجسام مضادة، ولا البائية الذاكرة في الإيه؟ في الاستجابة المناعية الأولى، اللي دي بتشتغل في الاستجابة المناعية الإيه؟ الثانوية. تمام كده. طيب سؤال 105 بيقول لي هنا: من الجدول المقابل الذي يوضح تركيز الأجسام المضادة في دم أحد الأشخاص خلال 50 يوم ابتداء من 1 مارس لحد 19 إيه إبريل؟ طبعا احنا عارفين شهر مارس ده 31 يوم، تمام، فهنا بيقول لي حتى 19 إبريل نفس ميكروب المرض. طب نبص كده الجدول، بيقول لي في اليوم الخامس كان صفر بالنسبة لتركيز الأجسام المضادة، لما وصلنا اليوم 10 وصلت 110، في اليوم 16 120، وبدأت تقل بعد كده في اليوم 25، وفي اليوم 35 حصل زيادة تانية. يبقى احنا هنا في اليوم 10 كانت في زيادة، وفي اليوم 35 هنا كان في زيادة، يعني في إصابة هنا تانية، يعني هنا إصابة أولى وهنا إصابة إيه تانية. 390 زاد، وبعد كده بدأ التركيز ينزل يقل إيه تاني.
طب يلا نشوف، بيقول لي هنا متى كان التعرض الأول للإصابة؟ طب أنا عندي في اليوم العاشر تم إنتاج أجسام مضادة 110 أجسام مضادة. طب ده دليل على إيه؟ إحنا عارفين إن الاستجابة المناعية الأولية بطيئة، دي بتبقى استجابة بطيئة بتقعد من 5 ل10 أيام تمام عشان يتم إنتاج الإيه الأجسام المضادة دي. طيب لو أنا قلت دلوقتي من 5 ل10 المتوسط بتاعهم 7 أو 8، يبقى أنا دلوقتي عشان أعرف هو اتعرض إمتى آخد العشرة دي أطرح منها 7، هيديني يبقى يوم 3 مارس. أبص كده ألاقي ما لقيش 3 مارس. طب لو طرحنا 8، ما إحنا قلنا المتوسط بتاع من 5 ل10 يا إما 7 يا إما إيه 8. لو طرحنا 8 من 10 هيدي 2، يبقى هنا الإصابة هتبقى يوم 2 إيه مارس. تمام كده، يبقى التعرض الأول للإصابة كان يوم 2 مارس، لأن في يوم 10 كان فيه إنتاجية عالية من الأجسام المضادة، بنخصم أسبوع تقريبا أو 8 أيام، يبقى كان التعرض وقتها فين؟ في يوم 2 مارس. السؤال التاني بيقول لي متى كان التعرض الثاني للإصابة؟ طب نشوف كده، إمتى عليت الأجسام المضادة معانا تاني قصاد اليوم 35؟ طب ما إحنا لسه قايلين إن شهر مارس ده 31 يوم، يعني اليوم 35 ده يوم 4 إبريل، ما إحنا لو عدينا كده ال 31 ده مارس، طب اليوم 32 هيبقى 1 إبريل، و 33 هيبقى 2 إبريل، و34 هيبقى 3 إبريل، و35 هيبقى 4 إبريل، يبقى اليوم ده يوم كام؟ 4 إبريل. فبيقول لي متى كان التعرض الثاني للإصابة؟ طبعا احنا عارفين إن الاستجابة هنا المرة دي بتبقى سريعة، احنا قلنا الاستجابة فوق بتبقى بطيئة، لما تبقى الأول مرة بطيئة هنا الاستجابة هتبقى سريعة، تمام؟ طيب الاستجابة سريعة لما يكون 4 إبريل في إنتاج 200 تركيز الأجسام المضادة، هنا 200 كبير جدا، ده دليل على إن الإصابة حصلت من 16 مارس، كده كده بقى بطيئة خالص مش سريعة. 2 إبريل، أيوة 2 إبريل الإصابة، و4 إبريل كان في أقصى إنتاجية من الأجسام المضادة في الوقت ده، أيوة تمام، يبقى هي 2 إبريل. طبعا ما ينفعش 5 إبريل ولا 14 إيه إبريل. طيب نيجي بعد كده سؤال 106، بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح كمية الأجسام المضادة الموجودة بدم شخص ما في شهري يناير اللي هو ألف، ده كده في شهر يناير، ومارس اللي هو ب. أي من العبارات التالية تعبر عن هذا الإيه الشكل؟ طب نشوف كده، واضح إن عند سين الجزء ده كده، ده عند الأنتيجين سين دي استجابة مناعية إيه دي سنوية، ليه؟ لأن الكيرف علي معانا هنا بسرعة تمام في إنتاج الأجسام المضادة، وصاد عند صاد كده وواضح ان هي اوليه لان الكيرف هنا ايه بيعلى ببطء تمام. فبيقول لي هنا الانتيجين سين يختلف عن الانتيجين صاد ويهاجم كل منهما الجسم لاول مره، لا لاول مره ده صاد فقط تمام، هو اللي اول مره. الانتيجين سين والانتيجين صاد لنفس الميكروب الذي يهاجم الجسم لاول مره، لا طبعا احنا حسبنا الموضوع ده قبل كده وهم مش لنفس الميكروب، هنا عامل لي دبلون ودبلون وده انتيجين سين وده انتيجين صاد، ودي ثانويه ودي اوليه، يبقى ما ينفعش. الانتيجين سين والانتيجين صاد لنفس الميكروب وبيهاجموا المره الثانيه، لا احنا قلنا ده كده مره ثانيه وده مره اولى ومش نفس الميكروب. الانتيجين سين بيختلف عن الانتيجين صاد ويهاجم الانتيجين سين الجسم للمره الثانيه، فعلا هو بيهاجم للمره الثانيه ولكن يهاجم الانتيجين صاد الجسم لاول مره، ايوه الاجابه معانا رقم د تمام كده. طيب سؤال 107 بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح الاستجابه المناعيه عند الاصابه الاولى والاصابه الثانيه، واضح جدا ان دي استجابه مناعيه اوليه، اهو الكيرف المنخفض ده والكيرف العالي ده استجابه مناعيه ايه ثانويه تمام، بميكروب معين. في أي الفترات يظهر عمل الخلايا البائية الذاكرة؟ طبعا الذاكرة بتشتغل في المناعية مين؟ الثانوية، دي كده الأولية ما فيهاش. طب الثانوية الكيرف لما بيعلى معانا كده بسرعة يبقى من ده اللي هيه ده شغل مين؟ ده شغل الاستجابة المناعية الثانوية. طيب نكمل، دي نقطة تانية على السؤال اللي فات. طيب نشوف النقطة بتقول ايه ونرجع نجيب الشكل. بيقول لي أي الفترات يزداد خلالها نشاط بروتينات الليمفوكينات؟ طب الليمفوكينات دي بتفرز من التائية مين؟ الكابحة أو المثبطة. طب الكابحة أو المثبطة دي هتشتغل فين؟ نركز كده مع بعض، أهو أنا هنا الاستجابة المناعية الأولية وصلت لأعلى حاجة عند ب، هنا هتشتغل التي اس من ب لجيم، يبقى من ب لجيم معانا، وهنا اشتغلت المناعية الاستجابة المناعية الثانوية التائية الذاكرة اشتغلت فيها من ه لواو، تي اس برضه هتشتغل، يبقى انا محتاج من ب لجيم ومن ه لواو. نشوف كده، من ب لجيم، من ب لجيم
ومن ه لواو موجودين عندي في رقم ب، تمام كده؟ طيب نشوف السؤال 108 بيقول لي هنا ايه. الشكل المقابل يمثل الاستجابة المناعية لجسم الإنسان عند دخوله مسبب مرض، ادرسه ثم أجب. طب نبص كده نشوف الشكل الأول بعد نشوف الأسئلة. بيقول لي هنا إحنا عندنا أنتيجين، ده الأنتيجين اللي هو الجزء الأورنج الصغير ده أنتيجين، وده كده أنتيجين مرتبط بالمستقبل المناعي لخلايا بائية. يعني هو بيقول لي هنا الخلايا البائية والأنتيجين مرتبط معاها على سطحها هنا. طب وبعدين الخلايا البائية لما حصل الارتباط ده بقت خلايا بائية نشطة، يبقى في أكيد خلايا تائية نشطتها فاتقسمت، اديتنا صاد اللي هي خلايا بائية بلازمية، دي بائية بلازمية اللي عرفني انها انتجت اجسام مضادة، حرف الواي ده اجسام ايه؟ مضاد، تمام. والخلية اللي بيبقى عليها حرف الواي من بره دي بائية ذاكرة، دي بائية ايه؟ ذاكرة. طب وبعدين نيجي نبص كده، ده كان في الاستجابة المناعية أولية. طيب مين دي؟ مش دي خلايا الذاكرة؟ يبقى دي كده استجابة مناعية ايه ثانوية. يبقى النص الاولاني ده كده كانت استجابة مناعية ايه اولية. طب النص اللي تحت ده استجابة مناعية ايه ثانوية. ايه اللي عرفني؟ اللي عرفني ان خلايا الذاكرة دي الباقية الذاكرة اللي احنا قلنا عليها فوق اهو هي اللي شغالة، باقية ذاكرة. طب الباقية ذاكرة دي اتقسمت وادتنا حاجتين، باقية بلازمية، دي كده باقية بلازمية تمام، وانتجت اجسام مضادة اهو، ودي طلعت لي باقية ذاكرة تاني، تمام كده. طب نشوف بقى الأسئلة اللي هو بيسألني عنها. بيقول لي ماذا تمثل الخلايا المشار إليها بالحرف عين؟ نيجي كده على الحرف عين، أنا قلت إن دي خلايا إيه؟ بائية ذاكرة. دور كده تائية بائية ذاكرة، يبقى الإجابة رقم د. طب هنا بيقول لي لماذا يزداد عدد الأجسام المضادة في المرحلة ب عن المرحلة ألف؟ مرحلة ب اللي إحنا قلنا عليها الثانوية عن المرحلة إيه؟ ألف. طب ليه هنا حصل الزيادة دي؟ بيقول لي لزيادة عدد الأنتيجينات في ب عن ألف، هو السبب هو زيادة عدد الأنتيجينات، ولا احنا هنا أساسا ب دي خلايا الذاكرة هي اللي اشتغلت فيها وأنتجت كمية أجسام مضادة بسرعة أكبر، هنا اللي اشتغل هنا خلايا مين؟ الذاكرة، تمام. فبيقول لي هنا ولا لزيادة عدد الخلايا البائية البلازمية في المرحلة ب، ولا لتعدد أنواع الأنتيجينات في ب عن ألف، ولا لدخول نفس الميكروب للجسم للمرة التانية في المرحلة ب اللي احنا قلناها من الأول. ايوه هتبقى رقم د، ان احنا قلنا الجزء الاولاني ده استجابه مناعيه اوليه، التاني اللي اشتغل فيه خلايا الذاكره دي استجابه مناعيه ثانويه، يبقى لدخول نفس الميكروب للجسم للمره التانيه في المرحله ب، يعني الخلايا الذاكره هي اللي اشتغلت ايه معانا. طيب نشوف النقطه الثالثه، بيقول لي هنا بعد القضاء على الميكروب اي الخلايا التاليه تقوم الخلايا التائيه الكابحه بتثبيت عملها؟ مين اللي هي التائيه الكابحه بتشتغل على مين؟ بتشتغل على الخليه البائيه البلازميه عشان توقف انتاجها للاجسام المضاده. طب مين البائيه البلازميه؟ قلنا دي بائيه بلازميه بس مش حاطط عليها حرف، في هنا بائيه بلازميه حاطط عليها حرف ص، يبقى هتوقف مين؟ عندنا ص فقط. طب ما ينفعش س، س دي ذاكره، التائيه الكابحه ما بتروحش توقف الذاكره، تمام، يبقى اي حاجه فيها س ما تنفعش، تمام. طب هنا ص وعين، طيب صاد احنا عارفين، طب وعين قلنا عين دي ذاكره، ويبقى ذاكره ايه؟ ما تنفعش، خلاص كده يبقى صاد فقط. طب نشوف السؤال 109، بيقول لي هنا المخطط التالي يوضح مراحل المناعه المكتسبه داخل الجسم، تمام. جايب لي تائيه مساعده نشطه راحت نشطت التائيه القاتله او السامه الغير النشطه وحولتها لتائيه ايه؟ قاتله ايه؟ نشطه، بدأت تطلع مادة، طبعا أكيد المادة دي بروفورين أو سموم إيه لمفاوية على حسب ما نشوف الإيه الإجابة، تمام. طب وبعدين بيقول لي التائية المساعدة دي في منها أهو انقسمت، ودي التائية مساعدة نشطة وتائية إيه ذاكرة، التائية الذاكرة دي أهو، فبيقول لي هنا خلايا بائية ذاكرة وخلايا تائية ذاكرة، يعني الجزء ده خاص بمناعة ثانوية اللي فيه الخلايا الذاكرة، هما الاتنين اللي بيشتغلوا، ده جزء مناعة إيه ثانوية، استجابة مناعية ثانوية. طيب هنا التائية المساعدة النشطة نشطت الخلايا البائية وخلتها تتقسم، تدي خلايا بائية بلازمية تنتج أجسام مضادة وخلايا بائية إيه ذاكرة، تمام. شفنا الشكل، نرجع بقى بيقول لي ماذا تمثل الاستجابة المناعية سين؟ سين احنا لسه قايلين حالا إن هي ثانوية علشان شغال فيها خلايا الذاكرة. طب ثانوية دي معانا ثانوية هنا وهنا. طب بيقول لي والماده صاد، قلنا صاد دي بروفورين، يعني ايه؟ سموم لمفاويه، في هنا سيتوكينات ما ينفعش، ثانويه وبروفورين، يبقى الاجابه معانا رقم د، تمام كده. طيب نشوف السؤال اللي بعده 110،
بيقول لي الشكل البياني المقابل يبين تركيز الأجسام المضادة الناتجة كاستجابة لنوع من الأنتيجينات، تمام كده؟ بيقول لي أول نقطة، في أي الأيام التالية من المتوقع أن يبدأ تكوين خلايا الذاكرة؟ طب ندرس الشكل الأول مع بعض. أول حاجة هنا بيقول لي بداية الإصابة بالميكروب، وبعدين ده تركيز الأجسام المضادة، لقيت أعلى تركيز من الأجسام المضادة قصاد اليوم الإيه؟ قصاد اليوم العاشر، تمام كده؟ فهو بيقول لي تكوين الخلايا الذاكرة. طب تكوين الخلايا الذاكرة ده بيكون مع تكوين الخلايا البائية البلازمية، تمام كده؟ الاتنين بيتكونوا مع بعض. إذا كان هنا في اليوم العاشر البائية البلازمية متكونة ومنتجة أعلى حاجة هنا من الأجسام المضادة في الوقت ده، تمام؟ يبقى هنا الخلايا الذاكرة هتسبق اليوم العاشر، هي والبائية البلازمية بيتكونوا قبل اليوم العاشر، عشان في اليوم العاشر كانت البائية البلازمية اشتغلت وطلعت أجسام مضادة. مين هنا اللي قبل اليوم العاشر؟ اليوم الخامس، تمشي تمام. هنا عاشر، 20، 22، هتبقى اليوم الخامس، تمام كده؟ طيب السؤال التاني بيقول لي هنا، في أي الأيام التالية من المتوقع أن يتم إنتاج الخلايا البائية البلازمية؟ طب ما احنا لسه قايلين هي البائية البلازمية في الأول تم إنتاجها مع خلايا الذاكرة في اليوم الخامس، يبقى أنا هدور كلهم فيهم اليوم الخامس. لا هنا الخامس، الخامس عشر، ماشي. يبقى اليوم الخامس ده بالنسبة للإيه؟ للاستجابة المناعية الأولية. طيب وإيه بالنسبة للاستجابة المناعية الثانوية؟ أما دي كده الكيرف المنخفض دي أولية، تمام، والكيرف التاني العالي ده استجابة مناعية إيه؟ ثانوية. ابص الاقي هنا عند الاصابه الثانيه الاقي بدا يحصل اهو انتاج لاجسام مضاده بكميه ايه؟ بكميه كبيره. طيب الاصابه الثانيه كانت عند اليوم الكام؟ العشرين، تمام كده، او قبل اليوم العشرين اهو، وبدا يزيد معانا. فانا هدور على اليوم الخامس اهو، وكمان اليوم الايه؟ العشرين. طيب ما ينفعش الخامس عشر، لا ده احنا كنا لسه هنا في الايه؟ في نهايه الاستجابه المناعيه الاوليه. ولا اليوم الثلاثين، لا بعيد اهو، ده احنا كنا بنخلص الايه؟ الثانوية، تمام. ولا الخامس عشر، هو قلنا الخامس عشر ده اساسا غلط، يبقى الخامس واليوم الايه؟ العشرين. طب نيجي كده بيقول لي في الاستجابة المناعية الثانوية، بيقصد بقى الايه؟ الجزء التاني ده اهو، تمام. اي الايام التالية من المتوقع ان يبدأ فيه افراز بروتينات الليمفوكينات؟ دي التائية الكابحة، بتفرزها بعد الاستجابة المناعية الثانوية بعد ما يتم القضاء على الميكروب، تمام. فبيقول لي اليوم الخامس عشر، لا طبعا احنا عندنا هنا نشوف كده اعلى يوم، نيجي ننزل من اعلى نقطة كده هنا، تمام اهو، ادي اليوم التلاتين، هنلاقيها قبل اليوم التلاتين. فبيقول لي هنا اليوم الخامس عشر ولا العشرين ولا الثامن والعشرين ولا التاسع من العشرين، قبل التلاتين هتبقى ايه؟ التاسع والعشرين، تمام كده يا شباب. طيب سؤال 111 بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح استجابة الأجسام المضادة عند حقن شخص بأنتيجين إكس، أولا في الأول اتحقن بأنتيجين إكس ثم بالأنتيجين إكس وواي بعد فترة، أي المنحنيات المقابلة يمثل الاستجابة الأولية للأنتيجين واي؟ طبعا الجزء الأولاني ده كده خاص بإكس لوحده، واي يبقى أنا هركز في الجزء ده، عايز استجابة مناعية إيه؟ أولية. أولية بيبقى الكيرف بتاعها منخفض، اللي بعد واي والكيرف بتاعها منخفض هي مين؟ سي. يبقى سي دي هي الايه؟ الاوليه، لكن بي دي عاليه ثانويه، يبقى نختار مين؟ سي. طيب نشوف السؤال 112 بيقول لي لماذا تكون الاستجابه المناعيه الاوليه بطيئه؟ ليه هي بطيئه؟ لانتشار الميكروب في انسجه الجسم، ولا لنقص كميه الاجسام المضاده، ولا لغياب الخلايا التائيه المساعده، ولا لغياب خلايا البائيه والتائيه الذاكره؟ ما احنا بنقرر بطيئه ولا سريعه بناء على ايه؟ لما بيبقى في اجسام، لما بيبقى في خلايا سريعه، خلايا ذاكره، لما بيكون في خلايا ذاكره بتبقى الاستجابه ايه؟ تبقى الاستجابه سريعه، تمام. طب لو ما فيش ذاكره هتبقى الاستجابه بطيئه، اقول له لغياب الخلايا البائيه والتائيه الايه؟ الذاكره، تمام كده. نشوف سؤال 113 بيقول لي هنا ايه، في الشكل المقابل ماذا تمثل الخلايا سين وصاد وعين؟ قبل ما نبص في الإجابات، سين بيقول لي عند الإصابة الميكروب سين دي نوع من الخلايا اتقسم وادانا نوعين، تمام. يبقى أنا عندي الخلايا اللي بتتقسم وتدي نوعين، دي الخلايا البائية، بتدي نوع اللي هو عين، ده هيبقى بائية بلازمية، اللي عرفني لأن هي اللي بتنشط وعشان تكون أجسام إيه؟ تكون أجسام مضادة،
طب والخط الثابت دوت، دي بقى الخلايا الباقية الايه الذاكرة، الخلايا الباقية الذاكرة اللي بتفضل بقى من 20 ل 30 ايه سنة في الدم عشان تتعرف على الميكروب لو دخل مرة ايه تانية. يبقى انا بستنتج من هنا ان دي خلايا باقية، ندور كده في سين، سين باقية تمام، وصاد دي ذاكرة، ادي صاد ذاكرة باقية ذاكرة، وعين فين عين؟ عين ديت خلايا باقية بلازمية تمام كده. يبقى الإجابة معايا هتبقى رقم د باقية تمام، وصاد قدامي باقية ذاكرة، وهنا عين ديت هتبقى باقية بلازمية تمام كده شباب. طب نشوف سؤال 114 بيقول لي أي الأشكال، أهو أي الأشكال البيانية التالية يتمثل فيه الاستجابة المناعية الثانوية للمستضاد بيه؟ طب نبص كده في الشكل الأولاني، دي استجابة مناعية أولية للأنتيجين A، والكيرف الأحمر ده استجابة مناعية ثانوية للأنتيجين A، أمال ده إيه؟ ده بيقول لي أجسام مضادة هنا بي، والكيرف بتاعها إحنا عايزين استجابة مناعية ثانوية، يعني الكيرف بتاع بي ده يكون عالي عشان الاستجابة المناعية الثانوية إيه بيزداد فيها إنتاج الأجسام المضادة من الخلايا الذاكرة إيه بسرعة تمام؟ الخلايا الذاكرة اللي بتتقسم تدي بقية بلازمية وتقوم بإنتاج أجسام مضادة بسرعة. طب يبقى الشكل ده غلط ما ينفعش معانا. طب الشكل ده ادي استجابه مناعيه اوليه لايه، ودي الثانويه بتاعت ايه، وفي عندي كمان اهو الكيرف العالي ده ثانويه البي، يبقى هو عايز ثانويه البي، يبقى الشكل ده. طب ما ينفعش هنا، لا ما ينفعش هنا لان ده كده اوليه لبي تمام، وهنا برضو دي تعتبر اوليه لبي، يبقى انا عايز ثانويه البي، ما فيش غير في الشكل رقم ب. قربنا نخلص اهو، عندنا سؤال 115 نخلي بالنا ده سؤال شبه واحد أخدناه قبل كده، بيقول الشكل البياني المقابل يوضح درجة الاستجابة المناعية في جسم أحد الأشخاص، ما سبب ظهور الأعراض في المرحلة سين؟ إيه سبب ظهور الأعراض في المرحلة سين؟ تم التطعيم باللقاح، واللقاح ده كان فعال بالدليل إن هو اشتغل، بس حصلت إصابة هنا وبعدها هنا حصل الكيرف ده كده، ده استجابة مناعية إيه؟ أولية، استجابة مناعية أولية، يعني كأن دلوقتي بنقول إن الجسم أول مرة يشوف الميكروب ده، الميكروب ده أول مرة يدخله، يبقى اللقاح ده حاجة والإصابة دي بحاجة تانية تمام. وإيه اللي حصل هنا في الإصابة التانية؟ حصل استجابة مناعية إيه ثانوية، يبقى ثانوية النفس مين اللي هو سين ده. فبيقول لي هنا الشكل البياني المقابل بيوضح درجة الاستجابة المناعية في جسم أحد الأشخاص، ما سبب ظهور الأعراض في المرحلة سين؟ إيه هو مش واخد لقاح، هو ظهرت عليه أعراض ليه؟ عشان اللقاح اللي كان مستخدم، كان المستخدم ده كان لمسبب مرض ايه اخر، يعني مش هنقول ان اللقاح زي المره اللي فاتت كان غير فعال ولا غير مجهز بطريقه سليمه لما كان الكيرف عندنا كده، لا احنا المره دي اللقاح شغال، بس اللقاح ده الحاجه وتمت الاصابه بحاجه تانية، فيبقى اللقاح المستخدم لمسبب مرض اخر. طب هنا اللقاح المستخدم غير مجهز بطريقه سليمه، دي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، لو جايب لي الخط بتاع اللقاح زي سؤال 99 تقدروا ترجعوا له تاني، لو جايبه لي خط كده اقول له اه غير مجهز بطريقه سليمه. عدم استجابه الخلايا المناعيه للقاح، لا هي استجابت اهي وعملت استجابه مناعيه اوليه. اللقاح يثبت نشاط الخلايا الباقيه، لا الكلام ده مش صح، لان المفروض ان هو ايه بينشطها، فالكلام ده غلط، هو كل الحكايه ان هو اتطعم بحاجه واصاب بحاجه تانيه. طيب سؤال 116 بيقول لي أثناء الاستجابة المناعية الأولية يحدث ما يلي تمام، جايب لي جمل كده والمفروض ان احنا ايه نرتبها ونختار الايه الاختيار. بيقول لي تتميز الخلايا الليمفاوية الباقية وتكون خلايا بلازمية، تنقسم الخلايا الليمفاوية الباقية ميتوزيا، تنتج أجسام مضادة متخصصة، تفرز الخلايا التائية المساعدة السيتوكينات، تتعرف الخلايا التائية المساعدة على الأنتيجين المرتبط هنبدأ من التعرف دي بقى، يبقى احنا بدايتنا هتبقى من التعرف، يبقى أول حاجة تتعرف الخلايا التائية المساعدة على الأنتيجين المرتبط ببروتين التوافق ايه النسيج اللي بيبقى موجود على سطح الخلايا البلعمية تمام كده، فبتنشط. هتيجي بقى ما تتنشط هتبتدي تفرز الخلايا التائية المساعدة مين؟ السيتوكينات، يبقى دي رقم اتنين. طب وبعدين بعد ما تفرز السيتوكينات ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي تنقسم الخلايا الليمفاوية الباقية انقساما ايه؟ ميتوزيا، عشان تدي بقية بلازمية وبقية ذاكرة، يبقى احنا هناخد بعد كده دي الخطوة التالتة. طب بعد ما تنقسم ديت هتتميز الخلايا الليمفاوية الباقية وبتكون خلايا بلازمية وخلايا ذاكرة، يبقى دي كده الخطوة الرابعة. آخر حاجة الباقية البلازمية تعمل ايه؟ تكون أجسام مضادة، يبقى دي الخطوة الخامسة تنتج أجساما مضادة متخصصة. يبقى أنا عايز خمسة وبعدين أربعة، خمسة أربعة
تمام كده. 2 5 4 3 5 4 2 5 4 2 1 3 تمام كده، يبقى الإجابة معانا رقم ج. طب سؤال 117 بيقول لي هنا، إذا علمت أن المصل عبارة عن أجسام مضادة جاهزة، يعني لما يكون حد عيان قوي وعايزين إن يتم شفائه بسرعة فبيحقنوه بالمصل، المصل ده عبارة عن إيه؟ أجسام مضادة جاهزة ضد الميكروب المسبب لمرض، بينما اللقاح عبارة عن الميكروب المسبب للمرض في صورة ميتة أو صورة مضاعفة. طبعا أخدنا المعلومة دي تمام، يعني اللقاح لما بنروح نطعم لقاح لفيروس كورونا بنبقى واخدين الميكروب في صورة ضعيفة أو ميتة، لكن لما يكون حد يكون عيان بالفعل وتعبان بالفعل وعايز يتخلص من التعب بتاعه ده بيحقنوه بمصل من الأجسام الإيه؟ المضادة. فأي مما يأتي يمكن إيه استنتاجه؟ أول حاجة كده بيقول لي يوفر المصل اللي هو الأجسام الإيه؟ المضادة، تمام؟ وقاية مؤقتة، آه طبعًا، لأن هو هيتم الشفاء في الوقت الحالي، ولكن ولا كأن الجسم اتعرف عليه ولا بيتكون له خلايا ذاكرة، يعني لو بعد 2 3 حتى تمت الإصابة تاني بيدخل الميكروب وكأنه أول مرة يدخل الجسم، فعشان كده بنقول يوفر المصل وقاية إيه مؤقتة. بينما يوفر اللقاح وقايه لفترات طويله، اه طبعا، لان اللقاح لما بيدخل بتحصل زي استجابه مناعيه اوليه كده وتكوين خلايا ايه ذاكره، بحيث لما يدخل الميكروب مره تانية يتم التعامل معاه بسرعه، فهتبقى الاجابه الف. طبعا هنلاقي كل الكلام ده اكيد بقى غلط، يوفر المصل وقايه لفترات طويله، احنا قلنا لا قصيره، تمام، يوفر كل من المصل واللقاح لفترات طويله، لا المصل لا اللقاح بس، يوفر كل من المصل واللقاح وقايه مؤقته، لا اللقاح لا المصل هو اللي بيعمل وقايه مؤقته. تمام كده يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.